مبروك للأخ أحمد السيد، فز بطقم كفرات مجاناً من السادة مجموعة العمود القابضة وكلاء كفرات تويو نيكسون الحاصلين في المملكة. مبروك عليك، أنت الفائز، وإن شاء الله حتصلوا بك الجماعة وتسلم طقم الكفرات حقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا تجربة يعني تحفة فنية، ما بدي أقول سيارة، يعني حاجة رائعة كده. فخليكم معنا إن شاء الله. اليوم معنا الأس كوب 500 فورماتيك موديل 2015، أو ما كان يسمى سابقا بالسي ال. هذا الشكل الجديد منه، خليكم معنا في تجربة اليوم ان شاء الله. الان طبعا الوحش هذا يعني فعلا يقولوا بيوتي اند ذا بيست، عادة كنا أقول بيوتي السيارة وبيست هنا، هذه كلها على بعض بيوتي اند ذا بيست، جميلة والوحش. السيارة هذه طبعا طول 5.30 متر، ما شاء الله فارعة الطول على سيارة كوب. وعندكم الله يسلمكم، طبعا كلمة كوب بالفرنساوي شيء مقصوص، فلما تسمع كلمة كوب، كوب ديتا وحاجة زي كده، اللي هي أو عليها عدة مسميات جاية مصطلح منها، بس هي جاية من كلمة شيء مقصوص، فهي هذا ايش يعني كلمة كوب؟ يعني كانت أربع باب وقصوها صارت بابين، فهذه كلمة كوب. الشاهد 5.30 متر، 1.90 متر، 141 متر 41 الارتفاع، الوزن 2.90 طن، جاية لأول مرة في الفئة هذه نزلوها الفورماتيك، موجودة في مرسيدس من زمان الفورماتيك، بس لأول مرة بنزلوها على السيارة هذه. وعندكم الله يسلمكم الماكينة 8 سلندر 4700 سي سي 455 حصان، التسارع 0% في 4 ثواني و6 من عشرة، والعزم 700 نيوتن متر. ترى انا ما بدي اعيد كثير في المعلومات، في كندا تجربه حقت الاخ اسامه سمنودي مرسيدس الاس 500، نفس الاداء ونفس كل شيء، اللهم هنا يكون الفرق شعره حق انه السياره وزنها اخف، نفس المواصفات من جوا، نفس مستوى الفخامه. فيعني انا احاول اخلي لكم فيديو ده قصير، وحنشبك لكم الفيديو مع الثاني عشان تشوفوهم مع بعض. طبعا الكفرات جايه اللي قدام 245 40 20، اللي ورا 275 على 35 اللي هو 20. وطبعا اذا كمان حابب الفت انتباهكم انه السياره هذه ما هي مقصود انها تكون سيارة رياضية بحتة، ومع ذلك شوفوا الذكاء وال يعني الصناعة البروفيشنال المحترمة. الجنود كلها مخرمة عشان عملية التبريد، السيارة وزن 2 طن وكسور. عندكم شوفوا الهوبات من جوا مخرمة كمان، هذه زي ما قلنا عليها الديسكات الفرامل، الهوبات تكون مخرمة، يسموها كروس دريل، لأنها مخرمة بالطول ومخرمة بالعرض. فايش يسموها؟ وايش الفائدة من الكروس دريل هذه؟ الله يسلمكم، حراره اقل 40%، فرملة اكثر 20%. ولاحظوا حجم الكاليبرات حقت الفرامل، شوفوا قد ايه حجمها ما شاء الله ورا وقدام، حاجه حجم مفتخر. اللي استغربت انا عاده، انا اعرف مرسيدس ما شاء الله تلاقوا كفرات كونتيننتال الالمانيه، بريل الايطاليه او ميشلن، بصراحه اول مره اشوف كفرات امريكيه جودير حاطين عليها. اكيد عملوا لها مجموعه اختبارات ونجحت معاهم في الاختبار، لانه احيانا المصانع عشان تنزل طقم كفرات معين اختاروا يمكن يخشوا في 23 طقم من المصانع بشكل معين، لين يختاروا واحد اللي يناسب الاهداف اللي هم حاطينها من ناحيه التماسك، من ناحيه الهداوه، او من ناحيه صرف بنزين اقل الخ الخ الخ. طبعا ما شاء الله هذا الجنطه اللي قداماني الامامي، شوفوا قد ايه حجم، شوفوا حجم قد ايه الكاليبر. بس انا حابب اوريكم في بعض الاشياء المعينه الناس يمكن ما تنتبه لها الا اذا غاوي السيارات بترول هيد. شوفوا قد شوفوا من فين لغايه فين هذا بس. وطبعا حتى كمان حجم الهوبات اكبر، نفس حكايه الكروس دريل تجي مخرمه من قدام وبالعرض، بس بوريكم قديش يعني الاهتمام في حكايه الفرمله والسلامه. طبعا ما بدي اتكلم عن الجمال، يعني بصراحه يعني اعتقد اي نعم الجمال حاجه نسبيه، بس واضحه تماما عمليه جمال شكل السياره. وين كنت انا احترم راي الناس كلهم، بس على الاقل في نظري انا سياره جميله جدا. الان خلينا نتكلم على الجمال مع العملانيه. شوف عمليه توزيع الهواء قدام، التبريد او التوزيع، عندنا باركينج سنسورز مخفيه هنا بشكل حلو، الحساسات الاماميه، شوف الكروم الشفايف، الكروم من تحت، تبريد الفرامل عندكم هنا، شوفوا طالع هنا مثلا السنسور اسود وهناك ابيض، يعني التفاصيل الحلوه مدمجين العملانيه في والسيفتي والامان في الجمال مع انسيابيه مع عمليه تبريد بشكل رائع. عندنا هنا طبعا 47 كريستاله من شاوروفسكي، يعني مشهور اسم شاوروفسكي، موجوده كلها هذه شغاله معنا، غير الدي رننج لايتس اللي هي الاضاءه النهاريه. طبعا اللمبات اللي هي ذكيه اللي تتحرك معانا في الملفات وكل شيء، انسيابيه السياره، عندنا الرادارات اللي فوق، وطبعا هيبان في الجوانب السوداء هنا كمان، يبان معانا الكاميرات الجانبيه غير الكاميرا الخلفيه. طبعا زي ما احنا شايفين عندنا هنا الله يسلمكم، بين هنا عندنا هنا كاميرا اماميه، كاميرا الاشعه تحت الحمراء رؤيه ليليه، وهنا احيانا يحطوا وراها الرادار حق ادابتف كروز كنترول. زي ما احنا شايفين هذه كاميرا برضو الجانبيه في الناحيتين،
والمرايه حاطينها شويه لبرا عشان الصوت من جوا يكون هادي جدا. وعمليه النحت حق الانسيابيه طالعه تحت كيف ينزل ويعرض ويخش لجوا ويطلع ثاني مره من ورا من فوق الحزام وكيف انه بيكون بخشه، والرفرف نفسه من فوق بينزل نزول لتحت بيتملس تمليس ينزل لتحت ويعرض، فبتخش جوا الكفرات عشان تدي رساوه وثبات وفي نفس الوقت تحافظ على الانسيابيه والشكل الجمالي. السيارة زي ما احنا شايفين من ورا جاي كمالة النحت والتمليس حق السيارة، القزاز نازل من فوق، من هنا حطينا هذه شوية النسافات الصغيرة عشان المطر ولا الطين ما يطلع للجنب، الرفارف عريضة عشان سابية، الحساسات الجانبية والخلفية عشان المناطق العمياء والرجوع لورا، لسه هنتكلم كاميرا خلفية، عملية شكل جمالي وتوزيع للهواء عشان الحار يطلع من ورا الفرامل، الشكمان وما شاء الله يعني صوت رائع، ومن تحت حتى الدفيوزرز باينة معانا بالكامل من ورا. هنا عندنا الكاميرا الخلفية حنشوف طبعا صوت الشكمان طرب، شوفوا مثلا الكاميرا الخلفية لما تعشق على ريفرس شوفوا كيف تطلع وتستخبى ثاني مرة بشكل رائع جدا، حتى اللمبات يعني كلها تصميم اللمبات من أجمل ما يمكن. في شنطة نفسها فيها جناح منها فيها بحيث انه يرفع الهواء لفوق ويثبت السيارة لتحت، زي ما احنا شايفين الفتحات السوداء اللي تحت هذه من ضمن عملية انسيابية اللي تجي من تحت السيارة، السيارة تجي انسيابية من فوق وتجي من تحت ومن الجوانب، هذه عملية انسيابية عشان شوفوا كيف مسطح السيارة بالكامل من تحت، وعملية برضه كمان تطلع الهواء الحار اللي في الدفرنسات أو في المناطق ممكن في عمود الكردان أو في مناطق ثانية مبردات الزيت، كلها تطلع الحرارة وتسحب الهواء عشان تبرد السيارة وتثبت. طبعا تكمل الانسيابية من تحت لفوق من الجوانب مكمل اير ديفيوزر اللي هو موزع الهواء زي ما انتم شايفين جاي فان فوق عشان يوزع الهواء يخليه يطلع بخط مستقيم بسرعه بنفس السرعه دخل فيها بدون ما يبرم او يتجمع تحت السياره، فبالشكل ده يكمل في اقصى سرعه طالع فيها وباقصى سرعه انه ما يقعد تحت السياره عشان السياره تكمل على سرعات عاليه 250 مثلا كيلومتر في الساعه وهي ثابته ومستريحه بدون ما ياثر عليها الهواء. طبعا مفتاح المرسيدس حافظ زي ما هو على تقاليده المعتاده، بس طبعا السياره مفتاح خليه في جيبك انت يا دوب تفك الباب تفتح معك السياره شغل الماكينه بزر تشتغل معك، ما انت محتاج انك تطلع من جيبه من جيبك اكثر منه يعني ترانسميتر بيرسل واستقبل رساله. طبعا واحده من الاشياء الحلوه برضه في السياره دي لما تكون واقف ورا وبس تحط رجلك من تحت السياره اكرمك الله تمرر تقوم تفتح الشنطه معك زي ما احنا شايفين الان، شوفوا هاي فتحت عشان الواحد على طول يشيل الاشياء يحطها. طبعا الشنطه على قد ما داخله لجوه وسيعه حافه التحميل عاليه شويه، خلينا نكون صادقين يعني كبيرك حتشيل لك كيسين مقاضي خفيفه في سياره زي دي، ما حتحط لك شيء ثقيل وقاعد شغال يعني تكد على السياره ولا ايش بتسوي فيها، ف يعني السياره دي ليها ناسها وليها ميزانيتها وفي نفس الوقت فيها كل انواع الدلع اللي ممكن تخطر على بالك. طبعا برضه من ضمن المفتاح في عمليه المفتاح اللي جوا هذا يسموه الفالي مود، لما واحد يوقف السياره في مطعم في اي مكان ففي الدرج يبقى حافظ على اشياء مثلا حاطط فيه محفظه حاطط اي شيء يقفله بالشكل ده ويخلي المفتاح في جيبه ما حد يقدر يفتح الدرج اللي داخل جوه الساره. طبعا زي ما احنا شايفين الساره مفتوحه الان بالكامل مديتك بحر من الاضاءه والرؤيه، فعندك هنا الاي بيلر البي بيلر اللي عاده يجي هنا عمود با ما هو موجود وفي العمود جيم اللي هو هناك في الاخر، طبعا عشان يسوي الحكايه دي صفحوا الساره قووها من قدام هنا ومن هناك عشان يلغي العقائم هذا اللي موجود هنا حق الحمايه، فبدي كمان شكل اضاءه من اجمل ما يمكن. طبعا الحزام من يوم ما تخش السياره الحزام يطلع لك بالكهرباء، فيها كميه بديهيات في السياره دي بشكل واحد ما يتوقعها بحيث لما يولف على السياره هذه او الفئه من السيارات هذه يخرب ما عاد يعرف ينزل على سيارات اقل من كذا. سؤال بديهي، نقص الهواء في الكفرات هل يؤثر على زياده صرفيه البنزين؟ نعم او لا؟ سؤال جدا بديهي وجدا واضح، جاوبونا ان شاء الله على السؤال وان شاء الله تكسبوا معنا طنك كفرات. نستعمل قلنا بزنس مان نقول له هذه قد احنا اوريدي 140 تحس ال 200 ما عندك مشكله ابدا في السياره دي. خلاص صراحة مسكت الفرامل عاملين مشكلة لا يا اخوانا كنا ماشيين 200 كيلو ولا شيء. تعرف ليش احترم السيارات الالمانية اقدرها يعني لازم اكون محايد في كل السيارات بس ما اقدر لما اشوف الفرامل حقة السيارات الالمانية ترفع لها القبة احتراما ما فيش. كنا ماشيين 200 كيلو اي طبعا احنا الان جوا مرسيدس الاس اس كوب 500 اللي هي الاس كلاس البابين اللي كان اسمها سي ال، زي ما شرحنا لكم ما شاء الله ابعاد السياره عملاقه ما هي قليله ابدا وكل اللي السياره حافظت على يعني
خليني كمان اشرح لكم اياها. مرسيدس اعلى مبيعاتها حتكون طول عمرها من السي كلاس. اذا تبغى اسرع سياره في مرسيدس يعني هناك مرسيدس من السي كلاس بيجيبوا زي يقولوا بريد اند باتر، العيش والزبده حقهم والفلوس كلها من هناك. اذا تبغى اسرع سياره مرسيدس حتروح على اس ال اس ام جي، لكن الاس كلاس ما هي من اعلى، واحده من افخم السيارات وكل شيء. وطريقه اللي بتقول شركه مرسيدس بتقول يا اخي تعال انا اوريك كيف السيارات الفخمه تتعامل برقي وكلاس وتكنولوجيا حلوه وبافخم ما يمكن. يعني انا اعتبر دائما الاس كلاس كده علامه الفخامه واستعراض عضلات مرسيدس حقه الفخامه والمفهوم حق السيارات الراقيه. زي ما قلنا منافسين السياره هذه الله يسلمكم البنتلي الكوب، والبنتلي طبعا يمكن اقدم في حكايه في ناحيه واحده اللي هي عمليه كم تقدم السياره بدفع رباعي في ديل فيها. وعندنا الله يسلمكم لها كمان يجي مع البنتلي تيجي روز رويز الريث، وين كانت الريث شاطحه شويه الفوق في السعر. وبرضو عندنا تجربه الريث البنتلي الله يسلمكم عندي تجربه لها وين كانت قديمه شويه الكوب، لكن احاول احدث التجربه حقتها. وعندكم الله يسلمكم الفراري، الفراري برضو دخلت على الخط هذا، ابتدت من زمان بال 400 412 456 جي تي اي، بعدين سارت ال 612 سكاليتي، وحاليا سارت الفراري الاف اف اللي هي كبيره تكفي 4 ركاب. وفعلا فراري كمان او الماكينه قدام، وفراري المره دي نزلوا لها دفع رباعي فكانت شوي غريبه في الفئه هذه. طبعا بنتكلم على فخامه نعومه كل شيء، هي نفس التجربه اللي احنا جربناها في المرسيدس الاس كلاس الاس 500 اللي شفناها حقت الاخ اسامه، هي نفس التجربة الله يسلمكم، نفس السيارة بس على بابين وعلى كلاس وعلى رقي جدا. واحدة من الشيء اللي أنا يعني مزهلتني في السيارة دي هذه الاس 500 وفي الاس 63 63، وبعدين في الاس الله يسلمكم 63 الفورماتيك الام جي. الغريب انه الاس 63 برمنا اكبر الماكينه واوسع واقوى سياره، الا انها تجي اخف وزنا من هذه بحوالي 20 كيلو. فالالمان دول يعني الاوروبيين لما بيحطوا حاجه في راسهم بيبدعوا فيها. فحنحط معك حنحط لكم جدول للاوزان والاحصنه التسارع بينها وبين، طبعا في الاس 65 الوحش الكبير ال 12 سلندر، لكنه حتشوف ان شاء الله المعلومات كامله عندكم. طبعا بس حريحكم في كلمه واحده، المرسيدس طول عمري اركبها فلازم اسيب لك 5% رود نويز ازعاج طريق. هذه من واحده من اهدى سيارات مرسيدس في حياتي اللي ركبتها من عزل الصوت، ان كان الاربع ابواب او البابين. خلينا نتكلم عن حاجه بسيطه اشرح لكم العزم والاحصنه. السياره هذه 4700 سي سي 8 سلندر 455 حصان، والعزم 700 نيوتن متر ما شاء الله في عين العدو. اذا طلعنا على ال 63 تصير 585 حصان و 900 نيوتن متر. إذا طلعنا على الـ 65 12 سلندر وقتها، لأنه طبعا هذه 4700 سي 8 سلندر 2 توربو، الـ 63 5500 سي سي 8 سلندر 2 توربو، طبعا طبيعي 4 صمامات في كل راس سلندر 32 صمام. بعدين تخش الله يسلمك على 12 سلندر 4 صمامات برضو في راس كل سلندر و 6000 سي سي 2 توربو، هذيك 630 حصان 1000 نيوتن متر، والـ 63 900 نيوتن متر، وهذه 700 نيوتن متر. عشان اشرح لكم ايش يعني 700 نيوتن متر جاد الخير. افتكر في واحد كان واحد دائما كنت احبه لما كنت يمكن ادرس برا، فكان راجل دكتور حق دكتور وهندسه وميكانيكا، كنت دائما احب ايش اجر شكله شويه لانه غاوي سيارات واساله ويقعد يتكلم ودي معاه اشياء كثير. فمره بسال على التورك والعزم والهادي، فراجل مشهور ماني فاكر اسمه كان يقول لي كلمه واحده الاحصنه. اقول له الاحصنه، وواحد كان صغير كان دائما شايف انه الاحصنه كل شيء، بعدين اتعلمت انه الاحصنه تصير تتحسب ما تتقاس تتحسب، لكن اللي تقاس العزم. فلانه يحسبها بالكيلو واط يحولها لحصان او لجس او دن او نت، المهم ما حوسكم في الحوسه دي كلها. انا افتكرت كلمه كان مره حلوه يقولها. ايش يقول الراجل؟ يقول لي حسن الاحصنه اللي قديش حتاخذ منك سرعه او مسافه او قديش بسرعه حتلبس الجدر. قلت له طيب. قال لي العزم قديش حتشيل الجدر ده معك وتنتع الجدر ده وتشيله معك في الطريق. قلت له ينصردين العزم بشكل ده حين ركبت معي. طبعا اشرح للوالد مره او الشباب يعني جماعه اصحابنا كلهم فضحكوا علي، قالوا طبعا لازم تشيل الجدر، انت ما ينفع تخلي الجدر في مكانه. ف 700 نيوتن متر تصدقوني ما هي قليله ابدا على سياره 2 طن و 2 طن و 70 2 طن و 90 كيلو تشيلها من 0 ل 100 في 4 ثواني و6 من 10. 2 طن و70 كيلو اللي هي اقل ب 20 كيلو 63، هذا طبعا وزن المعلن لما تيجي سياره فولي لودد يعني مليانه مواصفات اكثر حتجي اقل.
ال 2 طن و70 كيلو الله يسلمكم من صفر ال 63 اذا دفع رباعي 3.9 من 0 ل 100 اذا دفع رباعي عفوا دفع خلفي 4.1 فهذا بس يعني اذا ال 65 حتيجي 4.2 حنحط لك مجدول فيها. طبعا عندنا كل شيء موجود من الماوس والمنطقه هنا كامله زي ما شرحنا في الاس كلاس حق اسامه. خلينا هذا زر الهيدروليك شوف السعر حتى ترتفع معنا من برا ويبان في الشاشه عندنا كلمه السعر ترتفع من هنا. الله يسلمكم التحكم في المساعدات التعليق حق السعر هل هو رياضي او سبور كذا سبور وكذا رياضي برضه بيبان معنا في الشاشه. هنا تحكم هل هو السعر سبور كمان او اقتصاديه في صرف البنزين نطلع منها ثاني مره. طبعا النوع اللي بقول لكم فيه البودي لما يجي يميل حتلاقوا هنا في زر في النص اسمه اي بي سي اللي هو حق يحافظ عشان السياره تميل معنا وهذا يميل بس لما تكون السياره كومفورتبل ما يميل لما تكون في المود الرياضي. هذا عندنا المساعده توجيه حقت الدركسون ان السياره تمشي في خط حق في خط من الخطين. عندنا هنا كمان المساعده مشغل وكان اول مساعده حقت الدركسون. عندنا هنا عفوا عندنا هنا الكاميرا 360 درجة بيرز اي فيو يسموه عين الطير. وعندنا هنا نايت فيجن الرؤية الليلية. يعني دقيقة خليكم مثلا شوفوا الرؤية الليلية كده. طبعا في النهار ما يبانها واضحة وضحناها قبل كده في الاس كلاس بس شوفوا طبعا الدخول على قد ما السيارة كبيرة لكن خلينا نتكلم يعني برضو السيارة هذه من اوسع السيارات في الفئة هذه عشان احدد على كلمه في هذه. شوفوا يعني انا دخلت يمكن الدخول مو دائما ساعد شويه لانه برضو العارض هنا جاي المنطقه دي الرفع حق مسند اليد جاي شويه لقدام. وسعها لا باس فيه ما اقدر اقول انه مريح كثير لكنه لا باس فيه. قاعد ورا حتى عمليه هنا طالعه يعني برغم الكاب لابسه كل شيء فتحه السقف وصل هنا ومديك جروف مديك يعني مكان اوسع من فوق عشان واحد قاعد بدون ما اخبط راسه لانه هذه انا قاعد هنا اخبط راسي لكن هنا شوفوا في قاعد مستريح. طبعا وصول القاعده هنا الواحد ما يقعد كده يريح شويه لورا كده وينزل كده ويسقط في السياره ويستمتع بالجلد وانواع الفخامه اللي في السياره بالكامل التكييف اللي ورا برضو يعني خلينا نكون واضحين برضو مساحه لا باس فيها بس ما هي مره موسع. طيب الحين مسند الراس عفوا شو مسند الراس انزل والسيارة تتحرك الكرسي بيتحرك لقدام. طبعا الله يعين الدخله والخرجه. طبعا حاجه حلوه طالعوا هنا هذه الكرسي لازم يرجع لورا شايفين في معلومه حلوه مهمه في السياره دي على قد ما حطوا عبقرية فيها شاصية جديد تكنولوجيا هي اللي موجودة في الاس 500 في الاس كلاس عموما منزلين منها فئات رياضية لام جي بمختلف فئاتها كل انواع التكنولوجيا اللي تخطر على بال احد موجودة هنا. انواع التكنولوجيا اللي حتصير متوفرة خلال 10 20 سنة في المستقبلية كلها موجودة من الان. بس في ميزة جدا حلوة حاطينها ما حتكلم على عنق الزجاجة شرحت لكم اياها قبل كده في الاس كلاس لكن خلينا نتكلم عن حاجة اضافة حلوة حاطينها في السيارة دي. تعرف دائما حتى في التصوير اول في البدايه التصوير كنت دائما لما اجي اي مصور معي انا اصور اقول له يا اخي في خاصيه خسر ذاتي حتتعبك يعني لما تسارع بقوه لقدام انت حترجع لورا بالكاميرا حفرمل انت حتروح لقدام حلف يمين انت حتروح شمال وحلف شمال تروح انت يمين عكس الحركه هذا ده طبيعي. فاي سوت شركه مرسيدس هنا حاجه حلوه في تلاقوها اي بي سي اللي هي حقه البودي كيرف الاوتوماتيك بودي كيرف او التحكم في البودي كيرف الاكتيف بودي كيرف. ف اللي سووه الله يسلمكم كالاتي لما تيجي انت مايل داخل ملف مثلا بالشكل ده لليمين فانت اوتوماتيكلي اذا ماشي بسرعه عاليه انت واللي جنبك بتتحرك جوا السياره لليسار عكس الزاويه حقت الدخول فتقوم السياره تميل معاك لغايه درجتين فاصلة 65 تميل معاك باتجاه الملف لجوا. فاللي بيصير ان انت قاعد جوا السياره فانت بتميل مع السياره لجوا للملف فكانها جايه من السيارات الموتور بايكس بصراحه حركه عبقريه جدا ما بتزود في السرعه او في التماسك لان السياره اوريدي دفع رباعي لكنها بتريح الركاب جوا وتديهم شعور احلى بدل ما انه طول ما هو قاعد جوا السياره الحزام رابطه الكراسي الباكيت سيتس لمته وفي نفس الوقت البودي بيتحرك بيمين وشمال. طبعا مشكله السيارات هذه في عده مشاكل. اول خلينا ناخذ السياره كشكل سياره من اجمل ما يمكن من احلى ما يمكن فيها كل انواع الفخامه اللي تخطر على بال احد وما تخطر على بال احد. منافسينها زي ما قلت عندنا بنتلي واغلى عندنا روز رويز الريث وبعيده في السعر بمسافه وعندنا الله يسلمكم الفراري اف اف وبرضه كمان
داخلة على فئة مثلا الـ S65 في السعر أعتقد. البنتلي منافس قوي وجاية 8 سلندر 505 أحصنة، هنا 455 حصان. عيب البنتلي الشكل الموجود حاليا بكل التحسينات اللي فيه، عمره حوالي 11 سنة تقريبا، لكن أعتقد لما ينزله في المستقبل أو غيره ما زال شكل السيارة حلو. ولما ينزله عملاق فولكس واجن مع العملاق حق اللي هو يملك البنتلي والعملاق اللي هو مرسيدس بنز، يعني ما بيلعبوا مع الجماعة دول، أخذين لعب هذه السيريس، فجدا جدين وبيبدعوا في السيارات. السعر إذا ابتدينا من 720-730 ألف ريال لحوالي 800 ألف ريال، دخلت على فئة البنتلي 8 سلندر اللي دفع رباعي ويمكن أسرع من 0-100 مثلا أو في نفس الفئة، ففي هنا مرسيدس بنز بتدي فخامة كاملة ومطلقة وتكنولوجيا حلوة، بس بنتلي بتصنف نفسها هي رولز رويس إنها فئة أعلى وأفخم، فيمكن حتى مرسيدس بنز على هذا السعر بكل الفخامة التكنولوجيا اللي فيها، يعني صدقوني ما في شيء ناقص، بس يمكن كان ممكن تخلي السيارة مبهرجة أو مزبرقة بشكل أفخم، بحيث إنها تحط رأسها برأس بنتلي أو رولز رويس، مو من قلة مقدرة مرسيدس، لكن مرسيدس بيركزوا على العملانية والستايل تبعهم الرائع. عيب السيارة دي في رأيي الشخصي، بعد واحد يجرب السيارة هذه واستمتع فيها يعني ممكن يرجع بيته حفيان، لأنه ما حيرجع يركب سيارته الثانية، فحيرجع لبيته حفيان، لأنه صراحة بتحطك في جو مو موجود في أي سيارة ثانية، بتخليك الناس يقول لك والله أنا ما أدفع السعر في السيارة دي، أنت راكب السيارة ومستمتع بكل شيء فيها، بكل لحظة، بكل ثانية جوا السيارة، وبتشوف السيارة كيف تتفاعل معك وتجاوب معك وبتساعدك، الناس اللي برا ما يفهمها أنت إيش بيصير معك من جوا وإيش الاستمتاع اللي فيه. ختاماً يعني أرجو إن شاء الله تكون ناسبتكم التجربة، السيارة من أجمل ما يمكن، عيبها البسيط سعريا دخلت على فئة البنتلي اللي هي أعلى منها لا أكثر أقل، ومسألة أزواج في النهاية، وأتمنى إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بالسيارة زي ما استمتعنا إحنا فيها اليوم. شكرا لكم.